في عام 2010 استطاع العلماء في جامعة يوتا أن يطوروا تقنية لقراءة الأفكار ولكن بشكل مختلف وأكثر فعالية. البروفيسور برادلي غريغور أستاذ علم الأعصاب نجح مع فريقه في تحويل الأفكار إلى كلمات. اللي يسوونه هو أنهم يربطون مجسات برأس المريض ثم يطلبون منه أن ينطق ببعض الكلمات، بينما تقوم المجسات بالتقاط حركات تفاعل دماغه عند نطق كل كلمة، وبعد ما يسجلون اللي قاله يطلبون منه التفكير في أي كلمة يريدها، فيقوم الكمبيوتر المتصل برأسه بالتعرف على الذاكرة ويخرج الكلمة اللي فكر فيها الشخص بنسبة 90%.